مساء الخير، اهلا بيكم في قناتكم مولي بيباوي. عايزه اكلمكم النهارده عن الشطه. ناس كتيره قوي بتحب الشطه، ولكن بتسبب لها تعب في المعده والام في المعده، ده غير انها ممكن تسبب اسهال وممكن تسبب بواسير، واللي عندهم بواسير بتتعبهم اكتر. فنعمل ايه؟ بكل سهولة وبساطة، اللي بيحب الشطة ممكن ياكل شطة وبراحته خالص، بس في طريقة سهلة جدا نعملها، وبالتالي هتقلل بل هتمنع اي مشاكل ممكن تحصل لنا، ان كانت في المعدة او الامعاء او من البواسير او تسبب بواسير، وهي بكل بساطة الليمون. لاحظت كتير قوي ان انا بتكلم في فيديوهاتي او معظم فيديوهاتي اللي فيها نصايح طبية عن الليمون. الليمون ده ليه فوائد عديدة جدا وكبيرة، وقلت لكم على بعضها قبل كده. ومن ضمن الفوائد دي ان هي بتتفاعل مع الشطة، وفي نفس الوقت ما بتسببش اي حرقان في المعدة او الامعاء او اي تقلصات، وبالتالي ما بيكونش في اسهال او حرقان او اي تعب. لو حطينا وضفنا مع مثلا مخلل الشطة، حطينا له ليمون، او حطينا الشطة على اكلنا على مثلا البامية وحطينا عليها ليمون، لو اكلنا الشطة اولا مش هتتعبنا، وثانيا هنستفاد منها جدا، لان الشطة مليانة فيتامين سي، ومن اهم فوائدها هو فيتامين سي اللي بيساعدنا على مقاومة الامراض ومقاومة البرد، واحنا داخلين على الشتاء الايام الجاية. فياريت يا جماعة نستعمل الشطة لانها مهمة جدا ومفيدة جدا، بس مع إضافة قليل من الليمون هتريحنا وتفيدنا جدا، ومش هنحتاج ان احنا ناخد اي أدوية او نبطلها، بالعكس ناكل منها براحتنا خالص. وميرسي قوي، واتمنى الفيديو يكون فاتكم، وياريت لو كان افادكم الفيديو ده ياريت تعملوا شير ولايك، واللي داخل جديد منورني ياريت يشترك. معاكم امل كامل، بكالوريوس تمريض، خبرة 25 سنة، بعمل ابحاث في الامراض المستعصية، وبرضو قناتي بيبقى فيها ترفيه زي اغاني، زي مزروعاتي او الزرع اللي انا بزرعه، وزي نصايح تانية كتيرة. واهلا بكم في قناة مولي بيباوي اللي هي ضد الاكتئاب، واتمنى فعلا تشتركوا معايا. ميرسي قوي، سلام.